إذن ننتقل إلى الجريدة ونطالع تواصل الاحتجاجات واستنكار لمقترح تجمع أصحاب المخابز. تواصلت الاحتجاجات الرافضة لتحرير أسعار المحروقات، وشهدت عدد من مناطق الخرطوم تصعيدا لافتا بإغلاق الشوارع، كما أغلق جسر صوبا والنيل الأبيض لساعات، فيما أضرم الثوار النار على الإطارات في أم درمان وبحر والخرطوم. وفي الأثناء رفض بعض المواطنين الذين استطلعتهم الجريدة مقترح تجمع أصحاب المخابز بزيادة سعر الرغيفة لتبلغ قيمتها 10 جنيهات، وهددوا بالثورة على القرار حال موافقة والي الخرطوم على المقترح. إذن أستاذ حيدر، احتجاجات كبيرة تشهدها العاصمة عقب رفع الدعم، أولا كيف تنظر لرفع الدعم الأخير؟ نعم، هو طبعا قرار قاسي جدا وقرار كارثي حقيقة، يعني لا يستطيع الشعب السوداني أن يتحمل فوق ما هو يحتمله طوال هذه الفترة الماضية، يعني فمؤكد أنه لن يستطيع أن يحتمل مثل هذا القرار، ولا بد من مراجعة هذا القرار بأعجل ما يمكن، يعني ولا يمكن للحكومة أن تعمل ضد إرادة شعبتها وتعمل على إهانة الشعب بهذه الصورة، يعني هذا أمر مؤسف جدا. يعني هي هذه الحكومة أتت بعض التضحيات كبيرة وجسيمة جدا قدمها أفراد الشعب السوداني، وخاصة هؤلاء الشباب والشابات الذين ضحوا حتى بأرواحهم ينشدون حياة كريمة، وليس بمثل هذه الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مواطنيها، يعني حقيقة طريقة مذلة ومهينة، ووصلت بالأوضاع إلى يعني درجة كارثية جدا. فهذه زيادات مرفوضة تماما، يعني وأعتقد أنه ليس لها ما يبررها، وتبرز الحكومة وكأنها غير مسؤولة ولا تهتم بأمر مواطنيها بقدر اهتمامها بطردية المؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقوى الدولية الكبرى. نعم، هذه السياسة هي تضغط باتجاه تنفيذها المؤسسات الدولية العالمية والقوى الدولية الكبرى، تضغط باتجاه تنفيذ هذه السياسة بشكل كامل ومتكامل. لكن تنفيذ مثل هذه الشيء حتى لو جاز أنها يعني العلاج النهائي للاقتصاد السوداني لن يتم إلا عبر هذه السياسة كما ذكر ذلك وزير المالية، لكن لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة. يعني كيف تنظر المؤتمر الصحفي الأخير لوزير المالية والطاقة؟ نعم، هو طبعا حاول أن يقدم تبريرات لهذا القرار الكارثي، يعني حقيقة، وقدموا بعض الدفوعات، ولكن المفارقة وين؟ طيب، المفارقة السيد وزير المالية يدعي بأن لا سبيل لإصلاح التشوهات، هنالك تشوهات حقيقية في الاقتصاد السوداني هذه مفروق منها ولا خلاف عليها، لكن الكيفية التي تتم بها معالجة هذه التشوهات وكيفية الإصلاحات التي تتم، وزير المالية قال أنه لا سبيل للإصلاح سوى عن طريق هذه السياسة، سياسة التحرير الاقتصادي. طيب، أوكي، أنت سياسة التحرير الاقتصادي هناك مطلوبات معينة يمليها عليك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتمليها عليك القوى الدولية، كويس؟ هو الآن الحكومة تجتهد تبذل وسع جهدها في تنفيذ هذه المطلوبات الدولية، ولكن بالمقابل هذه السياسة هو معلوم أيضا إن عندها كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدا على المواطن، ولا بد أن تتم محاولات جادة لامتصاص مثل هذه الصدمات التي تسبب فيها هذه السياسة عبر شبكة دعم اجتماعي واسعة تستطيع تمكن الفقراء ومحدودي الدخل من التحمل ولو بقدر هذه الصدمة وهذه التكلفة الكبيرة. فالحكومة بقدر ما أنها تجتهد في الوفاء بالمتطلبات الدولية ومتطلبات البنك والصندوق النقد الدولي، لا تجتهد جدا، ولكنها في المقابل لا تفعل شيء إزاء مواطنيها لكي تعينهم على تحمل مثل هذه، هي تتحدث عن بعض البرامج. نعم. هل تتوقع أن تتراجع الحكومة عن قراراتها؟ هي يعني حتى الآن لا أعتقد أنها قد تتراجع، لكن أفتكر أنه لا سبيل أمامها غير واحد من أمرين، إما أن تتراجع، لكن أنا في تقديري يعني أنها هي لا ترى غير هذه السياسة حلا، وطالما أنها ترى ذلك فليس هنالك من سبب يجعلها تتراجع، خاصة وأنها هي تسابق في الزمن حتى الوصول إلى نهاية يونيو الجاري، لأنها هي تفتكر أنه هي يعني صارت على بعد خطوة من الوصول لنقطة القرار،
نقطة القرار هذه بحسب مصطلحات الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي التي إذا وصلت لها يعني ستؤهلك للدخول في مبادرة الهبة اللي هي مبادرة إعفاء الديون من الدول المثقلة. مثقلة بالديون. أي هي كانت الحكومة تتحدث أنها صارت على بعد خطوة واحدة، و30 يونيو سيأتي فريق تقييم لهذه المسألة. وهذه الإجراء الأخير بهذا القرار الكارثي هو في هذا المضمار، يعني اتخذت هذا القرار الكارثي وهي تعلم كارثيته، لكن هي تظن أن ذلك هي هذه هي الخطوة التي عندما يحين الأجل في نهاية يونيو الجاري 30 يونيو الجاري ستكون البلاد قد وصلت إلى نقطة القرار وأهلتها للدخول في مبادرة الهيبك. هي تعتقد ذلك، لكن هي لهذا أنا لا أعتقد أنها ستتراجع عن هذا القرار، ولا كل القرارات التي يعني شرعت في المضي فيها قدما في طريق أو في طريق التحرير الاقتصادي الكامل كاملا يعني. فإما أن يعني ولهذا أنا أعتقد أنها يعني تقديري لا لابد أن تستجيب لصوت الشعب، لابد أن تستجيب لصوت الشعب، ولهذا إذا أصرت على هذه السياسة أن تتقدم باستقالتها وتصارح الشعب تقول له والله هذا ما بوزعي أنا أفعله وليس لي حل آخر غير هذا، إن قبلتموه أهلا وسهلا، ولكن واضح أن الشعب رفضه، فتتقدم باستقالتها ولتأتي حكومة جديدة. هل تتوقع مزيد من الاحتجاجات؟ واضح جدا أنه يعني الناس لن تهدأ حقيقة، يعني الناس لن تهدأ، وأعتقد أنه هي بدأت عفوية بمجرد إزاعة القرار في أول لحظة، يعني خرجت تظاهرات وإن كانت محدودة هنا وهناك في لحظة إزاعة القرار وإزاعة المؤتمر الصحفي الذي يعني حاول فيه وزير المالية ووزير الطاقة تبرير هذا الإجراء الكارثي، ولكن اليوم الذي بعده وخاصة أمس الجمعة أنا على المستوى الشخصي عانيت معاناة كبيرة جدا، يعني حتى أصل من أم درمان إلى الخرطوم، يعني أنفقت حوالي 4 ساعات المتاريس حتى داخل الأحياء فتحاول أن تسلك طريقة من هنا، يعني فواضح جدا أنه يعني التصعيد سيستمر، وخاصة بعد قليل سيتم تنظيمه. هذه كلها يعني احتجاجات عفوية، ولكن بعد قليل هنالك تجمع المهنيين أعلن، الحزب الشيوعي أعلن، وقوة أخرى سياسية أخرى أعلنت سيتم تنظيم. نعم سيتم تنظيم مثل هذه الاحتجاجات عبر مواكب كبيرة. اتحاد المخابز طلب بزيادة سعر الرغيفة إلى 10 جنيهات، في رأيك هل تتوقع استجابة والي الخرطوم لهذا الطلب؟ لا يمكن لو يعني يستجيب لهذا الطلب إطلاقا، إلا أنه يعني كمن يريد أن ينتحر يعني. لكن حتى مسألة الخبز هذه أنا أعتقد أنه أن لا تترك لوالي الخرطوم أو لولاية الخرطوم أو للولاء عموما، يعني هذه فيها يعني أنا أعتقد أنها قضية أمن قومي، يعني مسألة الخبز هذه ليست وسلعة سياسية واستراتيجية، الخبز نفسه يعني، فلا أعتقد أنها أن تتحرك الحكومة بكاملها إذا هذا الأمر ومحاولة احتواء هذه المشكلة، لا أن تترك لوالي الخرطوم وحده، والي الخرطوم لن يستطيع ولن يجرؤ على اتخاذ هذا القرار. نعم.